أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. قال مرصد أفاد الحقوقي إن تصريح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الأخير في لقاء متلفز عن المختطفين والمغيبين في العراق يعد إعلانا رسميا بإعدامهم على يد الميليشيات. وأكد المرصد أن الترويج لتعويض الضحايا قبل الكشف عن المسؤولين عن تصفيتهم ومحاكمتهم هو مشاركة بالتستر على تلك الجرائم، داعيا الواجهات السياسية التي تدعي تمثيل أبناء المدن المنكوبة بالضغط للكشف عن الجهات المتورطة بعمليات التصفية وتطهير لم تغب عنها الصبغة الطائفية. في غضون ذلك أجمع ذو عشرات الآلاف من المغيبين قسرا من قبل الميليشيات الطائفية على أن مسعى رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي لتغيير التسمية إلى المغدورين بذريعة تعويض أهاليهم إنما هي محاولة لإفلات الجناة من العقاب وتمييع القضية التي مورس فيها أشد أنواع الظلم على الأبرياء. وأكد ذو المغيبين بأن محاولة الحلبوسي تنم عن تواطؤ مكشوف مع القتلة من الميليشيات لدوافع سياسية دون الالتفات إلى معاناة عائلات المغيبين الذين يعانون منذ سنوات ولا يلاقون أي اهتمام من الحكومات المتعاقبة. وتزامنت تصريحات الحلبوسي بعد أيام من انتهاء زيارة لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات التغييب القسري إلى مدن العراق المنكوبة والتي طالبت خلالها باتخاذ إجراءات عاجلة بتصنيف التغييب القسري كجريمة مستقلة يجب محاسبة المتورطين بارتكابها. كما أكدت اللجنة أن المعلومات والبيانات المتوفرة في العراق لا تعطي صورة كاملة عن حجم وفداحة هذه الجريمة. دعونا نشاهد هذه التصريحات من قبل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والتي اعتبرت مثيرة للجدل وبأن هذا الاعتراف بأنه اعتراف خطير، فلنتابع. إلا بس بتعويض ذويهم. طيب أكو عمل على موضوع تعويض ذويهم لو شنو؟ يمكن لو نغير اسمهم ونصارح الناس بحقيقتهم المغيبين المختفين قسريا، نقول ممكن نسميهم المغدورين. ايه. طيب. أو الاسم الصحيح عليهم هم المغدورين، المغدورين فارقوا الحياة. طيب موضوع انهاء أما ما يتعلق بذويهم يجب على الدولة وعلينا جميعا سلطة تشريعية وتنفيذية طيب بإنصاف ذويهم، وهذا جزء من الاتفاق السياسي أنه يتم شمولهم بقانون ضحايا الإرهاب مؤسسة الشهداء وتعويض عوائلهم. أما الاستمرار بتضليل هذه العوائل، المغيبين بها سنة راحوا ب14 و15 نهاية 2013 و14 والآن القوة السياسية السنية التي تدعي دفاعها عن هذا الملف هم اللي كانوا ماسكين السلطة بذيك الفترة. نعم. غيبوا وتم تغييبهم واغتيالهم خلال ذيك الفترة. نبقى مع هذا الملف. واستغرب عراقيون ومدونون من إخفاء هوية الميليشيات التي مارست عمليات إعدام الآلاف من المدنيين في المناطق المنكوبة وعن دور القضاء أمام تلك الجرائم التي ترقى إلى عمليات تطهير عرقي منعت بعدها الميليشيات الأهالي النازحين من العودة. في غضون ذلك طالبت عشيرة البعكاش في الفلوجة بكشف المتورطين من الميليشيات الذين خطفوا أبنائهم في الصقلاوية عام 2016 ورفع دعاوى قضائية ضدهم، كما حملوا الطبقة السياسية مسؤولية تلك الفاجعة التي ألمت بهم، مطالبين رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي بعدم التستر عن الحقائق عقب دعوته إلى وصف المغيبين بالمغدورين. دعونا نشاهد جانبا من بيان العشيرة في المقطع التالي. صدمنا بتصريح السيد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي على أحدى القنوات الفضائية بما يخص ملف المغيبين، حيث قال لا يوجد مغيبين بل مغدورين
مما يعني أن رجالنا تم قتلهم بدم بارد من تاريخ تغييبهم. لذا نطالب بما هو آت على السيد محمد الحلبوسي كشف جميع الحقائق وبأسرع وقت ممكن. اثنين، نؤكد كما أكدنا سابقا على سلامة الموقف الأمني وحسب قاعدة البيانات للجهات الأمنية لجميع أبناء عشيرتنا من المغدورين وعدم صلتهم بالمجاميع الإرهابية، لكن ظروف الحرب أجبرتهم على البقاء بمناطقهم في ذلك الوقت العصيب. ثلاثة، نحمل الطبقة السياسية المتصدرة للمشهد السياسي في ذلك التاريخ جميع التبعات القانونية والعشائرية، وسنلاحقهم قضائيا وعشائريا. ومن ملف النازحين ومن ملف المغيبين إلى ملف المهجرين، قصرا لا سيما سكان جرف الصخر الممنوعين من العودة إلى مناطقهم، إذ فاقم الشتاء من معاناة النازحين من هذه الناحية والذين يقطنون في مخيمات النزوح في عملية الفلوجة مع انخفاض درجات الحرارة وتخلي الحكومة عن دعمهم في ظل استمرار أزمة نزوحهم وقرب دخولهم السنة 9 في مخيمات النزوح. دعونا نستمع إلى جانب من تلك المعاناة في المقطع التالي الذي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. لا عدنا صوبات، خيمنا تعبانة، شوف هاي ملخة مرقعينها بالبطانيات، لا غذائية، وقليلة قليلة يعني تجينا كل سنة يجينا واحد، يعني ماكو غذائية ماكو. وزارة الهجرة صار لها سنتين ما جتنا، هسه نحن نطالب وزارة الهجرة أن تجي تنطينا نفط، لأن هذا الشتاء وباردة الدنيا، عندنا جهال وعندنا النسوان كبار وعندنا شياب، وما حتى يجينا لا من مسؤول لا من رئيس وزراء لا من رئيس برلمان ولا كان من يكون. إحنا ناشد الناس الطيبة اللي الناس الله ممكن عليها ومفضل عليها أن تجي على أوغانا النازحون في مخيمات بزيبز. صار لنا 9 سنين قاعدين هنا، شنو ذنبنا؟ كل شيء ما نريد، بطلنا نريد من عندكم بس مساعدات، لأن حال الضيم حالنا. والله العظيم ما نقدر نشتري كل شيء، كيس الطحين ب40,000. ونريد من الناس الخيرة والناس الطيبة، وشوفون بشوفعة عينكم يعني. وين نروح؟ لا شغل، لا عمل، وكل شيء ماكو، غير رحمة الله. ونريد من الناس الطيبة أن تجي علينا وتنطينا غذائية، تنطينا صوبات، تنطينا فراش، تنطينا هل يطلع من دينهم؟ لأن كل شيء ما عندنا. كتلنا الجوع، جهلنا حفاية، شوف ما نقدر نشتري لهم من عال تكره من عال ب2,000 دينار ما عدنا نشتري لهم. وهاي جهال وين تروح؟ وأكثرية أيتام، وأكثرية الأرامل والمطلقات، ولا راتب ولا رعاية، كل شيء ماكو. وإحنا وين نروح؟ نريد من الناس الطيبة. الله عليكم عمي لا تعفون أخوانكم النازحين. ويبدو أن أمل العودة إلى الديار سرعان ما اصطدمت بتصريحات رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي قال بدوره بأن جرف الصخر تسيطر عليها فصائل مسلحة خارج سلطة الدولة ولم يسمها. وأكد الحلبوسي في لقاء تلفزيوني بأن جميع أعضاء وقيادات تحالف إدارة الدولة الحكومية بشيعتهم وسنتهم لا يستطيعون دخول جرف الصخر شمالي محافظة بابل. وجاء التصريح متناقضا مع الحملات الدعائية التي سبقت الانتخابات ووعود إعادة النازحين إلى مناطقهم، لا سيما نازحي جرف الصخر، في اعتراف جديد على فشل من يدعون تمثيل المدن المنكوبة في الالتزام بتعهداتهم. دعونا نشاهد هذا التصريح. جرف الصخر الآن معسكر. معسكر منه؟ معسكر لفصائل مسلح. طيب ما حكيتوا هذا بإتلاف إدارة الدولة؟ لا زلت أقول لك أنه غير لا يوجد أحد قادر على دخول جرف الصخر مهما على شأنه. طيب وش نسوي إحنا ويا الجنابيين الحل هسه؟ أكو حديث على عودة بعض المناطق الآن. طيب 700 عائلة على ما وصلتني من بيانات اللي هم في مركز ناحية جرف الصخر وبعض الأطراف الأخرى. لن تتمكن الدولة من إعادة مواطنين جرف الصخر إلا بإعادة يعني السيطرة على هذه المدينة، السيطرة على البساتين اللي موجودة في جرف الصخر.
بساعتين خارج سلطة الدولة. لمن؟ لفصائل المسلحة. فصائل مسلحة مسيطرة على البساتين. إيه مسيطرة طيب على هاي المزارع. طيب اللي بجرف الصخر كله. طيب ائتلاف إدارة الدولة قيادات الإطار. كل ائتلاف إدارة الدولة ما يقدر يطبون جرف الصخر. ما يقدرون يطبون؟ يعني خارج قبل سنتهم. يعني هذا معناها خارج سلطتهم. كلهم ما يقدرون. نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي حول هذه التصريحات وحول هذا الملف. تحسين يقول: أعتقد بأن أحد شروط دخولكم الحكومة هو عودة مهجري جرف الصخر. وبما أنه لا عودة لهم كما تقول، فصار من الأشرف لكم أن تنسحبوا منها. حارث يقول: جميعكم ستحاسبون حسابا عسيرا أمام الله عز وجل، لأن ارتضيتوا لأنفسكم هاي الكراسي وتحمل المسؤولية، وأنتم بنفسكم تعترفون أنه موجدها. أما ضياء فيقول: يقول جرف الصخر خارج سلطة الدولة، هو العراق كله خارج سيطرة الدولة. منتظر يقول: ما يخجل على نفسه، رئيس ثاني أعلى سلطة بالبلد يقول خارج إرادة الدولة، ومن يطلع متظاهر ضدهم يقولون إهانة للسلطة. إذن اعتبر رئيس البرلمان بهذا التصريح اللقاء المتلفز بأن المغيبين هم مغدورين، دون الإشارة إلى وجوب محاسبة من قتلهم أو من غيبهم. وبهذا الصدد تحدث مرصد آفاد الحقوقي في بيان بأن حديث رئيس البرلمان محمد الحلبوسي عن المختطفين والمغيبين بالعراق يعد إعلانا رسميا بإعدامهم على يد الميليشيات، كما شاهدنا بيان لعشيرة البعكاش في الصقلاوية طالبوا بمحاسبة وحملوا الطبقة السياسية مسؤولية ما جرى لأبنائهم. هل معنا اتصال؟ أبو عبد الله من صلاح الدين. أبو عبد الله، تصريح لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي حول المختطفين، حول المغيبين، وقال بأنه يجب يعني صرف تعويضات لهم لأنهم أصبحوا مغدورين وليسوا مغيبين. ما هو رأيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم صديقي. أهلا وسهلا بك. استاذي هو من حيصرح، من حيصرح ويقول جرف الصخر ما حد يقدر يطبها، لأن هو عليش رئيس برلمان، هو بعيد عن الشيطان، راح ردد القسم بإيران، ردد القسم بإيران، وجانا يحكم بالعراق، إيش شكولات وصفة مريدة بالعراق. نعم. شكولات وصفة مريدة بالعراق، والغيرين ومغدورين، الغضبة العالم الفقر المساكين، وظل هو قاعد على الكرسي، هذا المفروض يتحاسب، المفروض محكمة تحاسبه هو وامثاله. يعني شنو بالعالم اقول لك، النساء ترملت، اكو جهار راحوا، جهار راحوا. يعني هاي عندك صلاح الدين قضاء الدور ماكو، راحوا فوق 300 واحد. يعني هذا المنك مشارك مشارك الحلبوسي، داهم راسه، داهم راسه عبالك حول ملطعت لامه، من طاع حظه، طاع حظه وحظ البرلمان اللي هو بيه. نعم والله يقول لك والله راحوا تعويضات، يا تعويضات عمي، تعويضات فوق فوق تراجع التعويضات، شلون احكي لك الموظف والقاضي ما تعويضات، أسوأ شيء هو القاضي ما تعويضات، حيقايضوك مقايضة من تجي الداعي تحقق، يقول لك وين وين كل شيء. يعني بيتي سوالة 200 مليون يتقيم ب 25 مليون، اكو شيء هاي التعويضات؟ وتعال وقطع انت من نتوقع ياخذون اكثر من نص الفلوس. نعم بعد حرام يا عمي، بترينا ناس، بترينا بناس دايحه، عصابات عصابات. نعم وعلى الحلبوسي من يقول لك، يقول لك الميليشيات، انت ذي انت ذي من ذي الميليشيات، ممنون منك استاذ. ابو عبد الله من صلاح الدين كان معنا. معنا فاروق من الانبار، تفضل فاروق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله، يا اهلا بك، تفضل. طيب الحمد لله، الحمد لله نحن الحين هسه في مخيمات الزيبس. نعم. صار حتى الان هسه طبينا هاي السنه العاشره. نعم. يعني لا حول ولا قوه. انتم من وين؟ على البلد. مناطقكم الاصليه وين؟
احنا العويسات. بالعويسات نعم. جرب الصحر. نعم نعم. هذه انا والله استشهدت ان هسه البلد هذا لا حول ولا قوه. نعم. يعني منظمات ما دعت توصل لكم وزارة الهجرة والمهاجرين؟ أي ما هي هجرة صار لنا ما الهجرة هاي صار لنا يمكن صار لنا فوق السنتين خرجونا قبل 6 أيام صار سنتين ما حطبنا. نعم. يعني ما غيرها. نعم. منظمات إنسانية ما دعت توصلكم؟ ماكو والله. يعني كل شيء ماكو. يعني لا حول ولا قوة. نعم، شنو احتياجاتكم فاروق؟ والله احتياجاتنا هسه يعني هسه على البلد هذا الجاعد هسه جاعد بخيمة يعني قلت هسه اللي مطيزة ما يقعد فيها. يعني شنو بطانيات نفط صوبات؟ قول احكي حتى يوصل صوتك. استاذي ياكل لا بطانيات ولا مبرر ولا مثل صوبه ولا نفط ولا كل شيء ماكو. نعم. مواد غذائيه ماكو استاذي يعني لا حول ولا قوه. نعم نعم. موضوع الطبابه يعني اذا تمرض عندكم احد فاروق اذا تمرض عندكم احد وين تروحون؟ اكو مستوصف قريب عليكم؟ اكو شيء؟ ماكو يعني ماكو يعني مثل العاملية يعني بعيدة علينا المجمع. نعم. يعني ما عنده يمكن يموت. نعم. والله عندي انا بنت اخوي ماتت. يعني ما راح يجي مدارس الاطفال اكو يومكم لو ماكو؟ مدارس؟ نعم. والله مدارس هنا موجودة بس يعني اذا انتفت يعني وين خليهم؟ يعني ما يرضي لا كرفانات لا شيء يعني ابو المنطقه يعني في المنطقه ما يرضون. نعم فاروق. ان شاء الله صوتك يوصل فاروق للمنظمات الانسانيه وما يقصرون وياكم. فاروق نازح من جرف الصخر في مخيمات عمرية الفلوجة كان معنا. نذهب الى ملف اخر ومن معاناة المدن المنكوبة والنزوح والتغييب إلى القمع الحكومي المفرط الذي جرى في الناصرية والذي أسفر عن استشهاد 3 متظاهرين وإصابة نحو 20 آخرين إذ أظهرت مقاطع مصورة هجوم قوة حكومية على متظاهر بالضرب والتنكيل في مشهد يبين حجم الانتهاكات التي تمارسها تلك القوات ضد المتظاهرين السلميين في الناصرية. دعونا نشاهد هذه الصور. في غضون ذلك شيع أبناء ذي قار والنجف جثامين الشهداء 3 بعد أن أنهت حياتهم فضلا عن أحلامهم بوطن آمن يكفل حرية التعبير. رصاصات القوات الحكومية التي فرقت بالقوة وقفتهم الاحتجاجية ضد سياسة تكميم الأفواه في ساحة الحبوب وسط الناصرية. وصلت مواكب جنائز الشهداء إلى مدينة النجف لتوارى الثرى فيها على وقع غليان شعبي ترجمته هتافات المشيعين حيث صبوا جام غضبهم على السلطة وأحزابها وإيران وميليشياتها بعد أن رددوا هتافات مثل لا إله إلا الله إيران عدو الله والله أكبر يا علي الأحزاب كتلونا. دعونا نشاهد جانبا من هذا التشيع. الله أكبر يا علي الأحزاب كتلونا الله أكبر
هذا وحملت لجنة حقوق الإنسان النيابية الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع في محافظة ذي قار جراء استخدام العنف والرصاص ضد المتظاهرين. وقالت اللجنة إن تصاعد وتيرة الأحداث في مدينة الناصرية ينذر بمخاطر جمة، خاصة بعد استخدام القوة لمواجهة المتظاهرين من جرحى تشرين الذين لم ينالوا حقوقهم مؤخرا، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن إرباك الأوضاع والإسراع في إعلان نتائج التحقيق في قتل وجرح عدد من المتظاهرين السلميين. من جانبهم حذر ذو شهداء الناصرية وناشطون من النجف خلال وصول جثامين الشهداء في المدينة أو إلى المدينة من ثورة شعبية عارمة تقتلع العملية السياسية وأحزابها الفاسدة، مؤكدين على عدم اعترافهم بشرعية حكومة السوداني والنظام السياسي القائم في العراق منذ الاحتلال الأمريكي، ومؤكدين أنه نظام يستمد أسباب بقائه من إراقة دماء شباب العراق. فلنشاهد معا. رسالة للأحزاب عامة كافة، برأسات وزراءكم، برأساتكم الثلاثة، ما تسوون قطرة حرق مواطن بسيط، مو قطرة دم، ولكم هذول أبناء العراق وأنتوا خونة العراق، تقتلون أبنائنا على إيش؟ على شنو؟ على كلمة واحد كاتبها تحكمه 3 سنوات، يطلع شاب أخوه يطالب بحقه، لو على مواطن يطالب بعمل؟ انتم بريء منكم علي بن ابي طالب، لانه لو كنتم على ديدن علي بن ابي طالب كان هاي الشباب صارت وياكم، ما صارت ضدكم يا مناعين الوالدين، ولا استثني اي خنزير منكم يا اخوانه. انتم المن الايران ام على ابو ايران؟ الامريكا ام على ابو امريكا؟ هذول ولدنا وكل دماهم كل قطره ناخذها بعلف من عندكم، اسمعوها من عندي انا الشايب، واقول لكم هاي الاجيال راح تقاتلكم على مدى الدهور يا مناعين الوالدين. انتوا والكلب اللي قبلكم والكلاب اللي حاكمتكم ودولكم العظمى وهاي جنيف الاصخاركم والامم المتحده، اقول وين حقوق الانسان؟ هاي الشباب على ايضا بالقتلات، على شنو جهه القتل ومن جاي يقتلها؟ إذا كانت قوات أمنية من اللي يتحاكم على 80 شهيد. نبقى في سياق التظاهرات، إذ يواصل المتظاهرون في عموم المحافظات تنظيم وقفات احتجاجية وإصدار بيانات للمطالبة بالإفراج عن الناشط حيدر الزيدي الذي حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات بناء على تغريدة انتقد فيها ميليشيات الحشد والقائد السابق لفيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، إضافة إلى المطالبة بتوفير حقوق جرح التظاهرات وإسقاط التهم الكيدية عن الناشطين. وجدد عدد من متظاهري محافظة واسط مطالبتهم بالإفراج عن الزيدي فضلا عن استنكارهم لأحداث الناصرية الأخيرة. فلنشاهد. ندين ونستنكر الاعتقالات العشوائية بحق الناشطين يوم أمس حيدر الزيدي واليوم ابن محافظة واسط الحر أحمد نوري الذي خرج للمطالبة بحق أهلي ومحافظته للتعيين في الشركات النفطية المنتشرة في المحافظة واستبدال العمال الأجانب بعراقيين. هل يصح عامل أجنبي يقبض بالدولار والعراقي لا يملك قوت يومه والنفط يمر من أمامه؟ لذلك نحن كلنا أحمد نوري، وإذا سجن سوف تكون لنا وقفة وكلمة لا يحمل عقباها، ويولد ألف أحمد نوري. ومستمرين بالمطالبة بمحتقلي قضاء العزيزية الأربعة ضد تكميم الأفواه ومع محاربة الفساد والمفسدين. عاش العراق، عاش العراق، عاش العراق، عاش. وفي العاصمة بغداد نظم عدد من المتظاهرين وقفة احتجاجية تنديدا بالاتهامات الكيدية ضد المتظاهرين واعتقال الناشطين في ساحة التحرير. وردد متظاهرو ساحة التحرير وسط بغداد هتافات مناهضة للأحزاب الفاسدة فيما طالبوا بإطلاق سراح الناشط حيدر الزيدي الذي حكم عليه بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة الإساءة للميليشيات. وأكد المتظاهرون بأنهم خرجوا ليسمعوا صوتهم دفاعا عن الحريات والحقوق لجميع العراقيين، ومشددين على وجوب تنفيذ مطالب الشعب الحق
وإشاعة الأمن والاستقرار ووقف كل أشكال الانتهاكات. دعونا نشاهد جانبا من هتافات المتظاهرين في المقطع التالي قبل استعراض تفاعل الجمهور العراقي حول هذا الموضوع. تتحكم بينا الأحزاب قبل اللي يحكمون أجساب، تتحكم بينا الأحزاب قبل اللي يحكمون أجساب. خلي يوقف حده، هي هي، خلي يوقف حده، هي هي، زحمه وعيب نعوف اليوم حيدور الوحده، هي هي، زحمه وعيب نعوف اليوم حيدور الوحده، هي هي، كل حاكم فاسد ماجور خلي يوقف حده، هي هي، كل حاكم فاسد ماجور خلي يوقف حده، هي هي، تتحكم فينا الاحزاب كاف اللي حكمونا جناب، تتحكم بينا الأحزاب. حكمك سوداني باطل، حكمك سوداني باطل، حكمك سوداني باطل، حكمك سوداني باطل، حكم الأحزاب باطل، حكم الأحزاب باطل. الجمهور العراقي حول هذه المقاطع رافد يقول: للأسف أصبح القضاء في دولة الأحزاب سكينا مسلطة على رقاب الشعب الفقير، وأصبح سفينة النجاة لسراق المال العام والقتلة من أحزاب السلطة يلتجئون إليها عند الحاجة. أما رنين فقالت: لا حول ولا قوة إلا بالله، كل ذنب طالب بأبسط حقوقه ومثله العشرات وما حد داري عنهم. أما تعليق آخر تقول فيه سكارز، تقول: القانون في العراق على الفقير، بس لو أكو قانون كان تحاسب ذاك الرجال اللي ببالي. ندى تقول: الله يفك أسرة ويرجع الأهل سالم بحق لا إله إلا الله، يا رب يا الله انصر المظلوم. تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. معنا اتصال من الناصرية. أبو عمر أرحب بك. يعني ثلاث شهداء قضوا برصاص القوات الحكومية أثناء تظاهرة سلمية والعديد من الجرحى، كيف ترى هذا القمع الحكومي ضد المتظاهرين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا وياك أبو محمد. أهلا بك، حياك الله، يا هلا بك، تفضل. طبعا أنا الناصرية، ثورة تشرين هاي عظيمة، نعم لله، نعم. وكل ما نطلع طبعا هاي الشباب تطلع ثورة تشرين يقرعون قمع بالسلاح يكتوننا. هاي ملك يكتوننا، هم هاي حكومة الأحزاب، هاي الميليشيات، هاي الزيولة التابعة لإيران. في والله يا عمي يا عم، نعم، لهم بالمرصاد، أنا الناصية لهم بالمرصاد. وبعد ما نرجع والله ما نرجع بعد من الثورة، والثورة مستمرة إن شاء الله. بعون الله مستمرين بثورتنا، الثورة المجيدة البطلة الشديدة. بس أنا مع احتراماتي للمحافظات، خلي يقومون مثل ما نقوم إحنا، خلي يقومون يعني، خلي يساعدون إخوتهم بالناصرية. أنا رجل كبير، أنا رجل تشرين وأنا بالساحة، وإحنا نقاتل والله يا عمي يا عمر. نعم. زين، خلي مثل ما تقول، خلي يساندونا. هاي ثورة، هاي الناصرية ما يعني على قصد، والله ما نكون مستمرين بثورتنا الشريفة المجيدة والله العظيم. إلا انتقل أسقاط النظام هذول عن الفاسدين. أنا من ساعة شوية تألمت على الشغل على الكار، هاي خطية ولدهم هاي المفقودة والسواقات. شنو يقابل الحلبوسي؟ شنو الحلبوسي؟ ارجع اشوفها من شهر بواوه، اقعد اطلب للبيت. انتم مع الاسف عليكم عمي، هذا الحلبوسي هذا وياهم هم يشترك، هاي وين الميليشيات؟ هاي الميليشيات هاي القدره العفنه. يا سوداني يا ابو السوداني عمي، ذولا مشكله، ذولا ثوره عمي، يا غير ثوره ماكو عمر، معني عمي لو ما تسمعني. نعم اسمعك، ما اريد اقاطعك. نعم. انا مو ثوره طايح حظهم والله، حشاك مش حشا حشا قادر الرافده تنع على روسهم. هذا من يكون اليوم وغدا نقاتلكم. نعم ابو عمر، اليوم وغدا نقاتلكم. الله يحفظكم، الله يحفظكم ابو عمر ويحفظ اهل الناصريه وجميع العراقيين. معنا ابو عبد الله من الانبار، تفضل ابو عبد الله، مرحبا بك. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك.
على مود هذول المغيبين نعم. والبارح محمد حلبوسه طلع يحكي على قناه الرشيد نعم احد الفضائيات نعم. ايه وليش من البدايه ما قال شاف خلى العالم هسه شنو الميليشيات قاتلينهم وشنو بيحكون نعم. من البدايه يقولون لو صارت انتخابات يقوموا يحكون نعم فما يصير هذا الحكي ما يصير زين برايك ليش ما اشار الى ضروره يقولون نبي ايران ابو عبد الله ليش ما نعم. اشار الى ضروره محاسبه القتلة انه القضاء من واجبه يحاسب اللي قتلوا هؤلاء الالاف شنو والله هذا العامل قيس الخزعلي هو لازم من البلد نعم. شنو هذول هم شنو من ما حد يشتريهم خمس فلوس ما حد يشتريهم هذول قطف تجاره ما حد يشتريهم ولا حد يعترف بهم ما صايرين نعم ادري الشعب شنو الطليان يذبحون به لو دجاج قاعدين الناصريه يطلعون يحتجون يقتلون بهم الناصريه والبصره والديوانيه والكود والنجف ليش طلع هذا من النجف هذا على راس خوش يحكي عليهم كلهم نعم. تابعين ايران وهذا مو حكي هذا كابحات لا سنه تشتغل صحيح ولا الشيعه يشتغلون صحيح ولا كلهم ما يشتغلون صحيح ماكو واحد بيهم خير يشتغل صحيح ويصد على البلد بلد دمروه من اساسه راسه من 2003 لحد الان نعم أني أشكرك أبو عبد الله من الأنبار كان معنا مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم اهلا بكم من جديد معنا اتصال ابو ريم من بابل تفضل ابو ريم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اهلا وسهلا بك انا احب اوضح عن الحلبوسي تفضل الحلبوسي اول شغله جابوا له نائب اسمه محسن من دلاوي تمام هذا يعني هو معروف هذا تبعيه كل حركه تسوي أي قرار أي معاملة أي أماله نقاط شكلي هذا انتهى وضعه كرئيس مجلس النواب قراعة كذب سبونه خراعة خضرة انتهى اثنين قالوا لنا انتش وقعنا قال مجلس النواب حسين بن بلاوي رئيس مجلس النواب بكرات شكل اثنين المغيبين ذبحناهم كلهم ها جرف الصخر سوين بيها بحيرات أسماك وجايبين بيها دواجل وجايبين بيها جاموس وجايبين بيها وباطينها اضرب راسك بالحركة حلبوسي سوى حركة عربية بالفندق سوى تجمع يريد يقولهم ترى أنا هم أسوي مظاهرات إذا ما أنطيتوني قسم منها فهسه هو كل شيء قاعد يشوفه انت العلني كل شيء مالك اللي اتفقنا وياه
حتى مجلس النواب ورقه واحده ما تكتب ولا ابعد شكليا. هذا اللي اقول لك به، وهذه المعلومات صحيحه. طلع هاي اسمها اكو نائبه عندها جمعت بعض الناس يعني يحيلوا منهم تقيم مظاهرات بالفلوجه اذا شويه ما ساريتوني شويه. هذا الموجود. السلام عليكم من بابل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نذهب إلى ملف آخر، حيث أكدت مصادر مطلعة تقديم نحو 10 ملايين عاطل عن العمل لطلب وظيفة حرس الحدود التي أعلنت عنها وزارة الداخلية في مشهد يبين حجم البطالة بين الشباب العراقي والذي يطمح بالحصول على فرصة عمل. واكتظت العديد من المناطق بحشود الشباب بعد أن وقفوا في طوابير طويلة أمام المكتبات لتنظيم استمارة التقديم، حتى أن بعضهم استمر بالوقوف لساعات الفجر بعد منتصف الليل لإكمال معاملته أملا بالحصول على درجة وظيفية. دعونا نشاهد كيف كان المشهد من مدينة الصدر في بغداد على سبيل المثال. ما يقلع التعليم هاي الشباب خطير كيلع التعليم المفارقة أن وزارة الداخلية وبعد هذه الحشود الضخمة التي شاهدنا قسما منها تراجعت عن إعلان التوظيف وقالت بأنه مقتصر على منطقة كردستان العراق، بعدين توسم الشباب خيرا وبنوا أحلاما من الرمال كما قال عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي. حيث أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني الحكومي اللواء سعد معا بأن وزارة الداخلية فتحت باب التطوع على المنطقة الأولى لحرس الحدود لمحافظة كردستان العراق، وأكد بأن هذه الخطوة جاءت لتعزيز الموارد البشرية ضمن هذه المنطقة ليجهز بذلك على أحلام من تقدم من العراقيين على هذه الوظيفة من باقي المحافظات العراقية. دعونا نشاهد هذا التصريح. التطوع الموضوع يختص بفعل القوى حرس الحدود المنطقه الاولى اي في حدود كردستان العراق، وبالتالي هو جزء من عمليه تدعيم الحدود العراقيه في المناطق كردستان العراق وتشكر مع اخواننا في كشمكه وقوه كردستان العراق. فالتدعيم هو متطلبات تكون من هذه المحافظات محافظات كردستان. نعم، نتكلم عن الدروس. إلى تفاعل الجمهور العراقي مع هذه القضية. يقول حسين مزهر: وأنا صار أسبوع نفكر شو أسوي بالراتب، أتزوج لو أشتري سيارة لو أشتري بيت. يقول شكرا بالنون. القيصر يقول: لعد ليش ما قلتوا من البداية وخليتوا الملايين من الشباب تقدم؟ المفروض كل واحد قدم يقيم دعوة على وزارة الداخلية التعبانة كما سماها. أما ربيع فقال: 10 ملايين عاطل عن العمل قدم على الاستمارة البارحة، يعني جقد عندنا بطالة وتالي انقفلت الاستمارة وتحول فقط لكردستان العراق، وهالشباب وين يروحون يتساءل. أما أحمد العراقي فقال: ليش ما حكيت قبل لا يتم تداول الخبر، خلت الشباب يدعون عليكم. نذهب إلى ملف آخر، حيث كشف المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق يوم الأحد حاجة البلاد إلى بناء 10,000 مدرسة لاستيعاب التلاميذ والطلبة وفك الازدواج في الدوام. وبين المركز في تقرير له بأن عدد أبنية المدارس بالعراق يبلغ 16,600 مدرسة، بينما عدد أسماء المدارس هو 26,000 مدرسة، وهذا يعني بأنه تم إنشاء مدارس كأسماء فقط وليس كبنايات، ودمجها بمدارس من خلال الدوام الثنائي والثلاثي في بناية واحدة، علما بأن عدد الطلاب بالعراق يصل إلى 12 مليون طالب، وتعاني مدارس العراق والطرق المؤدية إليها انهيارا كبيرا، حيث أظهرت صور من قضاء الكوفة بالنجف
حال شارع المطار القديم المحيط بمدرسة الشهيد علي الرماحي الذي يتخذه الطلاب طريقا لذهابهم وعودتهم إلى المدرسة. فلنشاهد. بلدي الكوفة، بلدي الكوفة، شوفها. هاي مدرسة، بلدية الكوفة، يسوون أرواح من الضفاع كلش. طيب مدرسة ماكو، شوفها. هاي مدرسة، ومن النجف إلى بابل الحال لا يختلف هناك، حيث أظهرت صور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تحول ساحات مدرسة يثرب في مركز بابل إلى مستنقع للمياه الآسنة في ظل الإهمال الحكومي. فنشاهد حال هذه المدرسة التي يستمر دوام طلابها على الرغم مما سنشاهده مع بعض الآن. يعني أنا أقول يا وجه، من 2003 لحد اليوم، من 2003 لحد اليوم، كم نائب صاب بابل، كم نائب حدث بالأحرف، كم محافظ، كم مجلس محافظة، زين. وهذا الشارع شوفوه عبارة عن كلاب سالب مكلم السالب، وهاي المياه الثقيلة قبل يوم انطقت، هذا مطر مو مطر، هاي طق المجاري وتجيف على البيوت وعلى الطلاب وعلى الأم، زين. هاك بس أقول النائب أو الوزير أو محافظ أو مين ما يكون يقبل بهاي العيشة، بلد ثالث احتياط العالم، بلد غني بالثروات يقبل، زين. هاي منا لهناك ذاك شارع 60، زين، وهذا منا وراء شارع 80، وهاي المجاري تنتهي لي قدام، يعني المسافه صغيره، بس يجوز لانه ما بيها فد كوميشن او مربح كبير لهم الظاهر، فما يهمهم الناس. هذاك شارع 80، شوف الوصاخه وشوف الزباله، اجلكم الله، شوف الكلاب السائبه، وكل جريدي هنا ما اسولف جريدي، لا بزون مو جريدي، شبه بقد البزون، زين. المن الناشد، بس اقول المن نروح. إلى تفاعل الجمهور العراقي مع هذه الصور. أبو فراس يقول ما حد يشوف وما حد يسمع، لا بلدية ولا تربية، مدينة الحلة تحتاج نظافة وتحتاج لتطوير وإعمار حقيقي وليس ترقيعي، وننتظر جديدك يا محافظ بابل. أما محمد حيدر فيقول أريد أسأل، إذا وقع طفل بالمستقعات على من تقع المسؤولية؟ على المدرسة التربية لو على أهله اللي دزوا لهاي المدرسة؟ أما أكرم فقال هو مدير تربية المن اللي حزب تابع حتى نعرف منجزاتهم. فاضل يقول البلدية ما يشوفون هاي الأوساخ، يقول والله عيب وخزي عليهم. نذهب إلى الهاشتاج ومع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، حيث أجمع عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي على أن الفساد وحش متعدد الرؤوس بعد أن حفر في السنوات العشرين الماضية جذورا عميقة في العراق في ظل فقدان السيطرة عليه، فضلا عن اقتلاع جذوره إذا لم تكن هناك إرادة سياسية وإجماع على ذلك. وتحت هذا الوسم اليوم العالمي لمكافحة الفساد غرد عراقيون كثر، ومنهم الدكتور صادق يقول في العراق هذا مجرد شعار يقوم بتداوله أساسة في وسائل التواصل ولقاءات التلفاز فقط. يقول الفساد في العراق تجاوز الحدود بسبب الطغمة المتسلطة على العراق من الأحزاب. أما نوفل فيقول يوم وكأنه صنع لحكومة العراق بعد 2003، نبارك انتصار الفساد في العراق على الكفاءات والانتماء الوطني، نبارك لليتيم والأرامل والمغدورين عن تحكم الفساد فيهم فدمر مستقبلهم ومستقبل أجيالهم ونسف دولة كان اسمها العراق. الفساد هو الحاكم الفعلي لمنظومة الحكم. حاتم يقول لا يمكن أن تكون هناك دولة محترمة والفساد يعشعش في أركانها، لا يمكن لشعب أن يعيش بكرامة والفاسدون يسرحون ويمرحون ويحكمون. خالد غرد وقال الشعب شبع من كذب مكافحة الفساد، الفساد مستشري في كل مفاصل الدولة. طبعا في اليوم العالمي لمكافحة الفساد أعد قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية هذا الانفوغرافيك، دعونا نتابع. We'll be right back.
هناك معطيات ومؤشرات تخمن أن ما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد تم تهريبها إلى الخارج. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.